يعني الزينة، يعني الفسحة الحلوة مع ناس احنا بنحبها، يعني أكلة حلوة، يعني لبس جديد. النهاردة إن شاء الله من خلال فقرتنا هنشوف مع بعض إيه الأزياء الجديدة لسنة 23. يا رب تكون كلها ألوان خضرة حلوة يا رب بإذن الله. النهاردة معانا مصممة الأزياء إيمان ممدوح. أهلا بيكي معانا يا إيمان. أهلا وسهلا. كل سنة وإنتي طيبة. وإنتي بألف خير يا رب. وإنتي طيبة. مع السنة الجديدة بقى إيه الألوان الحلوة؟ نزل الأخضر. الأخضر زي ما يعني أنا كده ماشية على الموضة. بالظبط كده. الأزرق ليه درجات معينة فيها نازلة. البينك، والغريب ان البينك شتاء جدا نازل جدا الفتره دي. البينك ولا الشامبين مثلا؟ لا لا لا، بينك. البينك كان نازل الفتره اللي فاتت، يعني من فتره قريبه كان نازل بكل الموديلات لون البينك. كان ايه تاني؟ الدرجه اللي انا لابساها برضو نازله الشتاء دي. هم يعني اكتر الوان نازله الشتاء دي هم دول. يعني هنبعد بقى عن الحاجات القديمة اللي طالما الشتاء يبقى بني وكحلي والألوان الغامقة دي. لا، في أزرق بس مش لدرجة الكحلي. الأزرقات اللي بتبقى الأزرق الملكي. الأزرق الملكي. في درجات من اللبني بس اللي بيبقى كولد شوية. مش الورم، الورم بتاع الصيف شوية. الأخضر نفس الحكاية. الأحمر وحلاوته فين؟ لا مش نازل معلش المره دي الشتا دي. هل المفروض ان احنا نتبع الموضه بحذافيرها ولا كل واحد فينا يلبس الحاجه اللي متناسبه مع شخصيته ومع المكان اللي هو رايحه؟ انا بصراحه بحب قوي ان انا البس الحاجه اللي تبينني انا، تظهرني انا. لكن مش حته ان انا علشان خاطر اللون اللي نازل دلوقتي هو الموضه، طب ممكن يكونش لايق على وشي. بالظبط. ممكن ما يكونش لايق على الدرجه بتاعت السكين تون بتاعي، البشره نفسها. السهرات وكده بتبقى عايزه الحاجات اللي يقدر يتحرك فيها. صحيح. فساتين الكوكتيل، فساتين حتى في بنطلونات جامب سوت وحاجات كده بتبقى نافعه للوقت اللي يقدروا يتحركوا فيه بسهوله، مش حاجه. صحيح. تقيد. احنا النهارده معانا موديل، اتفضلي كلمينا بقى يا ايمان عن اللون الحلو ده. ده جامب سوت برضو مش كده؟ ده قطيفه. لا، ده قماش اقرب شويه للقماش شاميزي. شاميزي انا بحب قوي 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 ادخل الاثنين مع بعض. كاجوال شيك. كاجوال يدي. كاجوال شيك. ما هو سواري. كماتيريال، لكن كماتيريال. الموديل اللي الموديل ده سواري. طبعا. طبعا، بس سو كومفورت. اللي بيلبسه بيبقى حاسس ان انا خفيف، مش ان انا حاجه مقيداني. ينفع قوي في السهرات اللي فيها رقص وفيها حركه كتير. رفيعين. محتاج جسمي ليه عليه، هو اقرب جسمي ليه الساعه الرمليه شويه، لكن ما اقدرش ان انا اعمل جامب سوت لجسم تفاح. لا، التفاحه ما ينفعش خالص. بالظبط. ابل شيب هيبقى هيظهر لي المنطقه اللي انا عايزه اخفيها. احنا دايما واحنا بنعمل الدريس او اي نوع من انواع الكاستم بنحاول ان احنا نخلي الحاجه تستخبى في اللبس نفسه. الساعه الرمليه اللي هي مواصفاتها ايه؟ اللي كلها حته واحده؟ لا، امال ايه؟ اللي عنده وسط، عنده وسط وفوق قد تحت. الوسط يعني ما فيش الدوران اللي هو بتاع الستات المصريات ده. لا، ده الكمتريه. بصي، الكمتريه ينفع برضو. بس يعني ايه، مش يبقى زياده قوي، فاهميني؟ هيبقى صعب لو الموضوع اوفر ان احنا نلبسه جامب سوت. طب ما احنا ممكن نيجي من تحت كده ونوسع الجزء ده فما يبانش قوي، صح؟ لو لبسنا اكستنشن تغطي المنطقه اللي ورا ممكن تهدي الدنيا شويه، علشان خاطر احنا بنلبس علشان نبان ان احنا سليمر، مش عشان ندخل نفسنا يعني. صحيح. ده كده دي بدله تعتبر ولا جامب سوت؟ جامب سوت برضو. صدقي مش بس عليه جاكيت ولا ايه؟ علشان خاطر يناسب فصل الشتاء، معمول مخصوص للشتاء نفسه. جاكيت يعني منفصل على فكره. جاكيت منفصل. منفصل. هينفع نشوفه؟ نشوف، نقلع ونشوف ولا لا؟ جميل. وكمان نقول ايه،
الجزئيه اللي هي اللي تحت في الجاكيت دي ما تنفعش لاي جسم. لا تنفع، تنفع ان احنا نمشيها على الجسم اللي احنا عايزينه، بس برضو ما يكونش جسم الهيب الكمثرى هيب عندها عالي قوي فنضطر ان احط درابيه فالعين تتخطف بيها. يعني هي تاخد العين بالظبط. فلما العين تتخطف بيها مع جسم كمثرى هتبان ان هي تخينه. احنا بنحاول ان احنا ندي حاجه اقصر تسحب المنطقه دي. ممكن مثلا عندي بنت صغيره ما تحبش تلبس جامب سوت، تبقى شايفه ان هو هيبقى مجسمها قوي، ظاهر تفاصيلها قوي. في بنت، في واحده ست كبيره عايزه تلبس جامب سوت، على حسب. مش موضوع السن، احنا مش السن مش بيتمسك. مش بيبقى عامل اساسي. كل واحد على حسب روحه، روحه هي اللي بتطغى على الحاجه. صحيح صحيح. المحجبات دلوقتي نقول الفرص بتاعتهم بقت اكتر من كتير. من زمان بكتير كتير. بتراعي ايه بقى اول ما تيجي تعملي ديزاين لحد محجب؟ اهم حاجه ان هي تكون مرتاحه فيه، لان لو مش مرتاحه فيه هيظهر ديفوهاتها اكتر. ان الكعب العالي من الحاجات اللي زي ما بنقول بقى باللغه الدارجه بتاعتنا بينطر الفستان وبيبين حلاوته. اكيد اكيد. لان هو بيطول المساحه اللي نازله. معانا موديل تانية. سوري لمقاطعتك. ده برضو قطيفه ولا برضو؟ لا ده ساتان. ساتان فستان. لا بس الماتيريال بتاعه تقيل شويه. ساتان، ساتان تقيل، ساتان دوشيز بقى. مش كده؟ ساتان تقيل. وبرده الجاكيت لوحده اكستنشن علشان خاطر الجو البرد دلوقتي، ف مش وارد ان حد يبقى عايز يلبس فستان عريان في وقت زي ده. فان هو يلبس جاكيت وهو الديزاين كله على بعضه حاجه واحده بيبقى مبسوط بيه، حتى لو دخل لمكان دافي ممكن يخلعه. وبعدين الفستان ده من الحاجات اللي حتى بالشوز بتاعته من الحاجات الكلاسيك اللي ما بتروحش أكيد. عليها موضة أكيد. طبعا طبعا. خصوصا القصة الشانيل دي. القصة القصيرة اللي تحت الركبة اسمها قصة شانيل، دي من الأساسيات في الموضة. اللون كمان اللون الأخضر الزيتي زي بتاع الشجرة كده من الألوان الحلوة برضو. ما هو ده نازل السنة دي بقوة جدا. هو النازل من اول الالوان، هو والازرق. الازرق بتاع الازرق ده. الازرق الملكي ده. الازرق الملكي. جدا جميل. كل الماتيريالز دلوقتي احنا بقت عندنا ولا بنضطر ان احنا نستورد الى حد ما بعض الاقمشه؟ لا كل. شكرا لوجودك معانا. شكرا. لا احنا عندنا كل الماتيريالز اللي بنستورده. ساعات حاجات شكلها مختلف بتبقى مثلا لو تطريزات مختلفه، واحنا ساعتها مش بنستورد التطريزه، احنا بنستورد الفكره لكن مش بنستورد. مصر فيها كل حاجه ما شاء الله، مش محتاجين حاجه ثانيه. هي جميله. ده اللون ده نازل جدا. ده جراي. جدا جراي ولا ده لو جراي؟ هو مدي على برضو على مو فاتح قوي صح ولا لا إيه؟ هو بلو جراي. هو بس بلو جراي. الاضاءه. الديزاين ده محتاج شخصية قوية جدا عشان تقدر تلبس ديزاين فيه كل الرافلز دي. عمله كنت شايفة، عارفة الشخصيات القوية قوي، شخصية لازم تكون حد قيادي عشان تقدر تدخل بلوك زي ده في مكان مليان ناس، كل الناس هتبص عليها عشان خاطر الفستان فيه شغل جامد. خد منا فترة طويلة في الشغل. وخد تعب علشان يدي المنظر النهائي ده. وفي هنا كمان اضربيه في جنب معين. الاضربيه هنا فوق بيحتاج بقى نقول ايه الجزء اللي فوق ما يبقاش فيه، ما يبقاش مليان. ما يبقاش مليان. الفستان وعليه طرحه. فالعين هتتخطف لايه؟ للفستان. صحيح. بس جميل. ميرسي لوجودك معانا. شكرا. كنا بنتكلم على الفراعنه، فانت كنت هتقولي في الفتره الجايه هتعملي لنا مفاجاه بقى. هشتغل حاجات فيها قريبه قوي للزي الفرعوني، للنقوش الفرعونيه مش الزي الفرعوني، الموتيفات اللي هم كانوا بيستعملوها بالظبط كده. حتى لو الموديلات هشتغلها نفسها. هشتغلها هاند ميد. هاند ميد. دي بقى عايزه الشخصيات فعلا القويه اللي يكون ليها، نقول ايه، لما تلبسها يكون ليها ستايل مختلف. بالظبط. ما مش اي حد. بصي اي فكره مجنونه محتاجه حد يقومها. اي فكره مجنونه عايزه حد مجنون يلبسها. بالظبط بالظبط.
الله ده جميل. ده حلو. انا بحب الحاجات اللي هي الابيض. سلام لو النص التاني ده كان اسود. ابيض في اسود ده انا عندي ديزاين فعلا ابيض في اسود. بس ده كمان حلو قوي. ده فلورال قوي وده ينفع لكتب كتاب في الصبح. حاجه سيمبل وحاجه فعلا يعني ما بتبينش دفايات لان ما فيهوش اي درابيه ما فيهوش اي حاجه. سليم جدا على الجسم وده من يعني من اكتر الحاجات اللي انا بحبها بصراحه. ده ساتان برضو مش كده؟ ساتان والناحيه التانيه تول. بس بقى من الساتان اللي هو التقيل. فتره الشتاء كمان اللي على فكره الساتان كان موضه السنه دي في الصيف. الساتان موضه طول الوقت. الساتان بيز لاي حاجه لاي سواريه لازم في جزء ساتان. بس هو في انواع في منه المط اللي ما يديش لمعه قوي ده اعتقد ان هو بيبقى ارقى من اللي بيلمع زياده عن اللزوم. بصي على حسب برضو الشخصيه اللي قدامي. يعني في انواع في مارلين. المارلين ده ما فيهوش لمعه. ميرسي لوجودك. شكرا. في نوع تاني ساتان صالون. المارلين ده اللي هو عليه قطن يعني بيبقى ناعم قوي كده في الايد صح؟ لا 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 هو ساتان. ساتان عادي. بس كل الموضوع انه ما فيهوش لمعه بس. ساعات الستان نفسه بيكون قوي وتقيل وكل حاجه والدرجه بتاعته حلوه جدا. واحنا مش عايزين اللمعه بتاعته فنعمل ايه؟ نقلبه على ظهره بالظبط. بس كده. ايمان شرفتينا. ميرسي لوجودك. شغلك جميل ومميز. وكل سنه وانتي طيبه. كل سنه وانتي طيبه. وانتي بالف خير. ربنا يبارك. وانتي بالف خير.